عيب علينا قوي ابقى ببتدي منهج لسه اولادك ومش عارف الكرايتيريا بتاعت النورمال ماسز عامله ازاي. علشان كده رسم جنبيها عفريتين مش عفريت واحد اتنين هيكل عصبي. الكلام ده معناه ان ده كلام جامد قوي، كلام خطير قوي وما ينفعش تخش الامتحان من غيره. ايه الكرايتيريا في نورمال ماسز؟ والنبي يا شيخ ما تحفظش غير الكلمه دي. 3 من 5 بس يا شيخ سكن نفسك علشان تقدر تلحقني طول السنة. اكتب 3 ل5. قصدك ايه يا دكتور؟ قصدي ان الدورة بتيجي من كل 3 ل5 اسابيع. قصدي ان الدورة بتقعد لمدة 3 ل5 ايام. قصدي ان الست ممكن تغير في اليوم من 3 ل5 نابكنز محفظات يعني. تمام؟ يبقى كلمة السر أخبارها إيه؟ 3 ل5. واضح اللي إحنا عايزين نفصص الدورة دي لكذا حاجة. هتيجي كل قد إيه؟ وأما تيجي هتقعد كام يوم؟ وأما بتنزل كمياتها أخبارها إيه؟ تعالى مع بعض يا أسامة نمسك حتة حتة ونشوف الأخبار إيه. أول حاجة هتيجي كل كام يوم؟ لا إحنا كلنا حافظين إن كل كام يوم؟ 28. 28 يعني 4 أسابيع. لا اصحى بقى معايا، مش شرط 4 اسابيع، من 3 ل5 اسابيع رينج، مش شرط 4 اسابيع 8 رينج. يعني من كام يوم لكام يوم؟ من 21 يوم ل35 يوم. والله الست اللي تيجي تقول لي الدورة عندي بتيجي في هذا التوقيت في اي فترة في الوسط انت زي الفل. امال مين المشاكل اللي لو المنسس ابتدت تيجي كلها اقل من 21 يوم؟ بتشوفها اقل من كل 3 اسابيع. بتشوفها كده كتير ولا قليل؟ كتير. بنسميها بولي منورية. بنسميها ايه يا شباب؟ الدورة بتيجي اقل من 21 يوم بولي منورية. عارف ليه تغلط فيها اخر السنة؟ لان انت في دماغك ايه؟ الدورة بتيجي اقل من 21 يوم. اقل بالنسبة لك بولي ولا اوليجو؟ فانت تروح على طول قايل دي اوليجو منورية. بولي منورية يعني بتيجي كتير. ماشي؟ ريا زي الرينو ريا، ريا يعني ديشارج، يعني المنثلي ديشارج المينو منثلي ريا ديشارج بيجي كتير اقل من كل 21 يوم. واياك تغلط وتقول العكس. طب والستات لما بناخد شيتات في المستشفى ازاي اقدر اقيسها؟ في واحده حافظه الايام كده الستات بتوعنا البلد اللي بيروحوا المستشفى؟ امال بيقولوا ايه؟ بتقول لك يا دكتور انا بشوف الدوره 2 مرات في الشهر. يبقى كتبت الكلمة دي بالعربي. يبقى كلمة السر علشان نقدر نخاطب العينين بالعربي، الست بتيجي الدورة متكررة كتير بولي بتقول لي ايه؟ بتقول لي بشوفها 2 مرات في الشهر. اللي تشوفها 2 مرات في الشهر يبقى بولي منوريا على طول. دي كلمة السر. اوكي. طيب. امال يا دكتور لو الدورة بشوفها قليل، يعني بتيجي اكتر من كل 35 يوم، بشوفها كل شهرين مثلا، دي يبقى اسمها ايه؟ اوليجو منوريا. اوليجو. بشوفها قليل، تكرارها عندي قليل. اوكي ماشي يا دكتور. 3 ل5 اسابيع وفي الوسط 4، اقل من 3 اسمها بولي، اكتر من 5 اسمها بولو. خش على اللي بعدين. المنسس بتقعد كام يوم؟ 3 ل5 ايام 3 to 5 days. برضو نفس الكلام، اقل من 2 days اسمها هايبومنوريا، دوره خفيفه هايبو قليله قعدت اقل من يومين. مفروض نورمالي من كام لكام يوم؟ 3 ل5 ايام. اكتر من 7 ايام اسمها مينو راجيا، دورة طويلة. يبقى الدورة قصيرة اقل من يومين دي اسمها هايبومنوريا. دورة حضرتك مطولة قعدت اكتر من 7 ايام يبقى اسمها مينو راجيا. اخيرا عرفنا كلمة مينو راجيا اللي بتتقال طول الوقت في المستشفى معناها ايه؟ معناها دورة قعدة اكتر من ايه؟ لا مش كده وبس، منوراجيا ليها معنى تاني، يا اما كتيرة في الايام يا اما تقيلة في الكمية. فانت لو جيت بصيت على السطر اللي تحتيها على طول amount، هتلاقي ان برضو excess amount معناها ايه؟ منوراجيا برضو. يبقى خد بالك ان لفظ منوراجيا ده هيتكرر طول السنة. منوراجيا معناها حاجة من اتنين، يا الدورة طويلة يا الدورة تقيلة. يا الدورة طويلة اكتر من كام يوم؟ 7 منوراجيا. يا الدورة تقيلة أكتر من قد إيه؟ ده اللي هقوله لك. هي نورمالي الدورة بتنزل الأماونت قد إيه؟ وفي حد بيحسب لنفسه الأماونت؟
بس بالنسبة للنابكنز وكل واحد عارف النورمال بتاعها كام. العادي عندنا لا لا 3 ل 5 ده كتير. العادي من 2 ل 3. من العادي من 2 ل 3 نابكن بير دي. الهوم مدينا نقيس كمية الدم اللي نازلة دي لقيناها من 50 ل 80 سي سي. وانا بحفظ الشيخ علشان الكلام ده مهم قوي. 50 ل 80 سي سي. مهم هذا الكلام؟ لا جدا جدا جدا. وجالنا سؤال امس كيو بالمناسبة بالنسبة في كتاب عين شمس. اوكي؟ 50 ل 80 سي سي. كويس. طيب نفس الكلام 50 ل 80 سي سي. عارف لو اقل من 30 بسميها ايه؟ قليلة. خفيفة. هايبومنوريا. عارف لو اكتر من 80 سي سي بسميها ايه؟ بسميها كتيرة تقيلة. بسميها منوراجيا. يبقى منوراجيا معناها زيادة في الوقت او كمية. هايبومنوريا معناها قليل في الوقت او الكمية. اما الاوليجومنوريا معناها ان بشوفها ايه؟ التقاطر بتاعها بعيد. بوليمنوريا معناها ايه؟ التقاطر بتاعها سريع. بشوفها ايه؟ مرتين في الشهر. الست بتفقد كام سي سي بلاد؟ 50 ل 80. رد عليا يا شباب، 50 ل 80 في اليوم ولا في 3 4 ايام؟ اكيد في 3 4 ايام. في اليوم ايه يا راجل؟ ده زمانها ماتت من الانيميا. اوكي، يبقى خد بالك عشان ما تتسال. 50 80 سي سي دول في 3 4 ايام اللي عندنا. اوكي، في ايام الدوره كلها. واخر سؤال وارخم سؤال سمعته في حياتي اتسال الصراحة، ما كنت يعني كنت كاتبه في الورق وعمري ما شرحته، لقيت اتسأل السنة اللي فاتت ازاي تقدر تقيس كمية الدورة وانا مالي؟ دي مجالية قديمة. فاقدر اقيسها بطريقتين زي ما انا كاتب لك، اسمعهم مني مرة واحلق لي بعد كده. طريقة دايركت ان انا اجيب حاجة اسمها طاقية كاب البسها على السيرفكس اسمها سيرفايكال كاب، وكل الدم اللي نازل يتحوش في هذه الطاقية واروح واخدها وشايف الكمية كام. ده كلام عملي ولا كلام اهبل؟ مين الست كلام اهبل جدا طبعا. عشان كده الاشهر الطريقه الاندايركت. ايه الطريقه الاندايركت؟ ان كل ما نابكن ينزل عليها بلاد تاخد النابكن تاخد النابكن تاخد النابكن، وهذه النابكن بقى تحطها بقى في ميه سخنه تحطها، ده شغل بقى معامل، ويطلع منها البلاد ويشوفوا يقيس كميه الهيموجلوبين اللي موجوده بشكل اندايركت. عارف كده زي السنه اللي فاتت في البطنه كان في حاجه بقى اسمها اوكرت ستولز ان ذا بلاد. هذه برضه اسمها ايه؟ اوكلتستولز بلاد. ها ماشي حاضر. اوكي، دي اسمها ايه؟ اوكلت هيموجلوبين اللي مستخبي في النابكنز برضه. يبقى طريقه دايركت تحط سيرفايكال كام، يا طريقه اندايركت 90% من الناس هناك مش هنا. اوكي لا اقول لكم، طب اقول لكم انتوا عينيكم عامله ازاي؟ في ناس عامله كده وفي ناس من ورا النضاره بس انا شايفها عاملين كده. اوكي، لا انا عايزك كده مفنجل. معلش معلش. اوكي ماشي حاضر. 50 ل 80 سي سي وخلاص. ماشي، عينيا الاثنين. اوكي، ايه اخر معلومه في النورمال كرايتيريا بتاعت المنسوس غير حكايه 3 ل 5 اللي احنا شرحناها دي؟ اخر معلومه اخر معلومة عندي في النورمال منسس، اخر معلومة عندي في النورمال منسس الكومبوزيشن. فين الكومبوزيشن بتاعها؟ التكوين بتاعها عبارة عن ايه؟ انا فصلت اكتر منك. التكوين بتاعها عبارة عن ايه؟ بيتسئل يخرب بيت الرخامة. هو علشان دم ينزل بينزل من اليوترس يعدي على السيرفكس وبعدين يعدي على مين؟ يطلع بره. فتلاقيه هو معدي على كل اورجن ياخد منه شوية. يلا يا جماعة، بينزل من اليوترس، هو هذا المنسس حصل نيكروزيس في السوبرفيشال مين؟ اندوميتريال بارت، فعبارة عن اندوميتريال شادنس. واما الاندوميتريوم السوبرفيشال ده وقع معاه شوية بلاد ايه؟ فاسلز اتقطعت، فحصل عندي ايه؟ نزل ايه؟ بلاد. استنى، وهذا البلاد حضرتك نزل لقيت بلاد متجلط ولا بلاد سايح؟ صح حضرتك، فبقى في جزء عندي اسمه FD Fibrillation Degradation Products Blood Clotted بقى Fibrinolized. استنى، وانا كنت لسه قايل لك في الاستروما هو قدمت سوباس ولا في ايه Infiltration؟ علشان كده تلاقي هنا كمان في شوية مين ليكوسايتس معايا. يا لهوي، وبعد كده هو نازل على السيرفكس، السيرفكس عباره عن حته كمال وفي سيرفايكال جلانس حاطه ميوكس هنا، وهو نازل ياخد شويه من السيرفايكال ايه؟ وينزل تحت.
بحثت كمان على الفاجينا، والفاجينا اخبارها ايه؟ lined بستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. السوبرفيشال ابيثيليوم ده وهو نازل شويه منه بيقع، ياخد شويه ديسكواميتد ابيثيليوم. استنى، والفاجينا مليانه ايه؟ مليانه ايه قلنا قبل كده؟ بكتيريا. ياخد كمان معاها شويه اورجانيزمز. يا نهار ابيض، ايه الغلاسه دي؟ يسألنا يا دكتور معقولة عن الكمبوزيشن بتاعة الماتيور جرافيان فوليكل؟ واقول له من جوه اوسايت، حواليها بيربيتال لاين سبيس، حواليها زونة بلوزة، حواليها شوية خلايا اكوميوليتد اسمها كيوملس اوف، حواليها شوية عامل زي التاج جراديتنج اسمها كورونا رادييتا، حواليها حتة بق كبير كده اسمه انترافلوكلاي متغلب بشوية جرانيلوز زي الممبرين اسمه ممبرينا جرانيلوز. فاضل حاجتين، تيك على الواطي وتيك على تيك انترنا وتيك ايه اكسترنا. طب وهنا يا دكتور انا الكومبوزيشن عندي ازاي؟ استحالة تحفظ من غير ما ترسم هذه الرسمة. ارسم يوترس سيرفكس وفاجينا وخد من كل حاجة شوية حاجات. خد من يوترس مين؟ الاندوميتريوم وشوية بلط اللي تحول لاف دي بيز وشوية ليكوسايتس اللي كانوا موجودين من الجدول الصفحة اللي قبليها فاكرينها؟ اخيرا اهميتها ظهرت. خد وهو نازل على السيرفكس شوية ايه منه؟ ميوكس. خد وهو نازل عندي وهو نازل بعد كده على الفاجينا، خد حاجتين، خد مين؟ شوية سوبرفيشال ديسكواميتد ابيثيليوم، وخد ايه كمان؟ شوية اورجانيزمز موجودة. يا اخي اسمع، هو الكلام يعني بفلوس اهو، يمكن هو ده السؤال اللي ينجيك في اخر السنة. يا منجي من المهالك يا رب. اوكي طيب كده انت خلاص عرفت النورمال كرايتيريا عندي، فاضل لي حاجة واحدة بس غريبة كاتبها في الباراجراف اللي تحت ده. ايش ممكن بس ننتبه ليها سريعا؟ ايه الحاجة دي؟ ده مش شرحتها. هل البلد بتاع المنسس بينزل على هيئة بلد كلوس ولا فلويدي؟ هو ده اللي مكتوب، هو ده اللي مكتوب. اللي مكتوب ايه؟ ان البلد بتاع المنسس ده وهو نازل اول لما بينزل بيعمل جوه اليوترس بلد ايه؟ كلوتس. على طول يشتغل سيستم اسمه ايه؟ فايبرينوليتك سيستم. فهمت الحكمة؟ ليه لازم هذه كلوتس تدوب علشان تعدي منين الرفيع؟ وبالتالي البلد اللي بينزل بيبقى كلوتابل ولا فلويد وعمره ما يبقى كلوتد؟ فلويد وعمره. امال ايه يا دكتور؟ امال ليه بتقول الكلام ده تاني؟ بقولهولك علشان تكه رهيبه جدا هنعرفها في الشتات واحنا بناخدها من العيانين. العيانين اللي عندهم سيفير بليدنج، واحده تجيلك المستشفى، ها ايه اللي جابك يا ماما؟ نزيف. ما اسهل على اي واحده ست ان هي تقول لي نزيف. لا لا يا ماما، الكلام ده على ولد في سنه خمسه مش على حد في بكالوريوس. نزيف او سيفير بليدنج دي ليها معنى وليها اسئله. شوف بقى حاجه، شوف لو البليدنج ده اللي نازل عندي بزياده، اول لما بلاد بينزل عائد بلاد ايه؟ كلوت. مين السيستم اللي بيشتغل عليه؟ فبريس. هيشتغل عليه مسيحه. لسه الست عندها نزيف بتعاني، النزيف الثاني نزل راح معمول على ايه؟ مين؟ كلوت. فبرينوليتك سيستم سيح. لسه الست عندها نزيف، النزيف الثالث نزل جه الفبرينوليتك سيستم، لا خلاص هبين ايه؟ وفي الاخر يتبقى عندي اليوترس مليان ايه؟ كلوتس 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 بلاد كلوتس، بس جولد 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 بهذا المنظر، موجوده جوه مين؟ جوه الرحم. واوليك المفاجاه الكبرى، هذا اليوترس اللي مليان كلوتس اسمه ايه باللغه العربيه؟ الرحم. اسمه الرحم؟ لا، اسمع الكلام مننا، اسمه اللي ما بيرحمش. اسمه اللي ما بيرحمش الا حاجه واحده بس يقدر يرحمها لمده 9 اشهر، الا مين؟ البيبي. هذا الأورجن اللي اسمه اليوترس very 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 muscular. كم لير؟ inner circular middle oblique outer longitudinal. عضلات عضلات عضلات. أي حاجة تبقى موجودة جواه يتضايق جدا. عارف تقدر تستحمل حد ماسك العضلة دي عندك؟ تقدر حد مستحمل ودنك وعامل كده؟ أي حاجة جواه هذه اليوتراين مصل تنرفزه ويبقى very irritated. حط لي هنا لولب متضايق جدا ويعمل كوليك، عايز ايه؟ يطردوا علشان يرتاح. حط لي هنا دم كتير بهذا المنظر كلوتس، تلاقيه يتضايق جدا ويفضل يعمل كوليك علشان يطرد الكلوت علشان ايه؟ يرتاح. اي حاجه تتحط جوه اليوترس لا يرحمها الا البيبي، علشان كده اسمه ايه؟ الرحم، لانه لا يرحم الا الجنين. طب انا لو عندي هنا بلاد كلوتس كتير كتير ايه اللي هيحصل عندي؟ كوليك البين.
عايز يطردها علشان يرتاح، وهو ما هيطردها دلوقتي هيطردها على هيئه فلويد بلاد ولا بلاد كلوتس؟ انت يا سيدي كده خلاص عرفت ايه هما العلامتين اللي هفقس بيهم اللي عندها سيفير بليدنج. ماما انت ايه اللي جابك المستشفى؟ نزيف يا دكتور وغرقانه في بحور وبعوم وبعوم وبعوم. لا استني بس ما تخديش في دوك، عندك حضرتك مغص جامد. يا دكتور بص ده انا بعاني من مغص جامد جدا جدا، وبعدين كل شويه تنزل لي كتله دم على هيئه جلطه 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 جلطه. لا انت اللي عندك سيفير بليدنج، اللي بتعاني من كوليكي بين وتنزل البلاد على هيئه ايه؟ كلوتس. لدرجة ان الشباب هنا عارفين كتير بس مكسوفين يقولوا، عارفين ان الستات بتوعنا في الدمرداش وفي مستشفى الزهور بتاعت الازهر اما بيتكلموا بيقول لك عارفين بيوصفوا كتل الدم دي شبه حتت الايه؟ بلاش اقرب بقى نقول زي حتت الكبده الحمر. برافو عليك كتبتها؟ لو انت عرفان ما تكتبهاش بس ممكن تضيف في الامتحان. واحدة الست تيجي تقول لك بينزل عليا دم شبه حتة الكبدة الحمراء، ما ده في الطبيعة اقرب حاجة المنظر الايه؟ البلاد كلوت. انا اعمل لك ايه يعني؟ اما نهجنا مقرف اعمل لك ايه يعني؟ قلنا البوفم شبه البيضة المسلوقة والنهاردة الكبدة الحمراء، وبعد شوية اقول لك الكنديدة شبه الجبنة البيضة، واقرفك باذن الله من كل الاكلات ما تقلقش. ماشي؟ كلوت شبه مين؟ شبه حتة الكبدة الحمراء اللي يبقى دي علامات مين؟ انت مفكر ان انا بهرج معاك؟ انت مفكر ان انت مش هتستفيد من هذا الكلام؟ انت دلوقتي عرفت ان الرحم لا يرحم الا مين؟ البيبي. المرة الجايه ندرس الست الحامل اللي بتسقط اللي عندها مين؟ ابورش. الست اللي بتسقط دي بيبقى عندها نزيف ولا لا؟ الرحم يسكت ولا هيبتدي كونتراكت علشان هذا النزيف؟ لا لا ده انت هتفهم بلاوي من هذا الكلام. يس زي السيرفكس هينزل البلد كلوتس هايل، علشان كده بينزل على هيئه جلط صغيره، بينزل حضرتك زي حته الكبده متقطعه حته صغيره مش في ليه بينزل حله كبده حله زي الكباب حله. تحب اقول لك هحط لك كاتشب؟ حط لي ميت اوكي. في مشكلة بزودها كمان. العلامة دي بتفكرك بإيه؟ إن فاضل كام دقيقة ونمشي؟ برافو عليك. 10 minutes to go. خلصت إيه يا شباب؟ خلصت أخيراً سايكل اسمها الديمتريال سايكل. فقط علشان بس يبقى الصفحة خلصت ويبقى إننا خلصنا السايكلز، لازم أحكي لك عن حاجة اسمها السيرفايكال سايكل فاجينال. برافو. إيه اللي بالصفحة؟ هتلاقي تاني صفحة مكتوب حاجة اسمها إيه؟ هرمونز. فاكر لما إحنا قلنا إن الفسيولوجي عبارة عن إيه وعبارة عن إيه؟ سايكلز. دراسة سايكلز ودراسة مين؟ هرمونز. تلاقي بقى الإيستروجين في البروجسترون في الأندروجين في أوكي. فاضل حاجة اسمها سيرفايكال سايكل وحاجة اسمها فاجينال سايكل. هو ايه اللي موجود عندي؟ ايه الحكاية؟ انا قلت لك خلاص مش قلت ايه؟ قلت ان جميع الخلايا اللي في الجينيتال سيستم بتستجيب للهرمونات اللي هي مالها؟ طالعة نازلة. ده مش في اليورو جينيتال، ده في كل خلايا في الجسم بس بتبقى واضحة قوي هنا. حتى يا دكتور في السيرفكس هذا الكلام ده بيبان؟ طب ايه يا دكتور الهرمونات اللي طالعة نازلة؟ تحب اقولهم لك؟ مين الهرمون اللي مسيطر على النص الاولاني من الدورة؟ برافو عليك. مين الهرمون اللي مسيطر على النص التاني من الدورة؟ بروجستيرون. برافو عليك. يبقى الهرمونين دول هم اللي بيلعبوا بيعملوا ايه يا دكتور؟ يا نهار ابيض، اعملوا شغل رهيب رهيب. ادي السيرفكس سوبر فاجينال بارت وبورشو ايه؟ فاجينالس. وفي جلانس كده اسمها راسي ايه؟ راسيموس. ماشي. هذه الجلانس بتطلع في الاخر ايه؟ ميوكس. يتحط هنا اهو على هيئه حاجه اسمها سيرفايكال ميوكس بلاج. دي كنال مقفوله بالميوكس. بلاج يعني فله. كان هذا السيرفكس مقفول بايه؟ فله من هذا الميوكس. ايه الليله يا دكتور؟ سبحان الله. بعد ما تسمع هذه الليله
مش عارف هيحصل لك ايه، بس هتبقى مؤمن بحاجه اسمها معجزات علميه. ربنا عمل حاجات غريبه جدا هنا، خلى هذه الجلانز تستجيب للاستروجين والبروجسترون باشكال مختلفه. ازاي يا دكتور؟ خلى استجابه الجلانز للاستروجين ان يتغير من تكوين السيرفايكال ميوكس ويبقى مور ووتري مائي. خلى الاستجابة في النص التاني من الشهر للبروجستيرون ان هذا الميوكس يبقى مور فيسد مخاطي. ليه يا دكتور هذا الكلام؟ ايه اللي يحصل عندي؟ تعالى احنا ايه نشوف هذا الكلام مع بعض وايه هذه الفلسفة العميقة. هرمون الاستروجين موجود من اول يوم في الشهر ولا بيطلع بعد شوية؟ اهو بادي كده قليل 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 قليل، وبيوصل للماكسيمم تقريبا يوم الايه؟ يوم الاوفليشن. وبعد كده ماله؟ وبعد كده بيقل لما بيحصل قلب. فاكرين هنا اما كان بيوصل لكام؟ 200 بيبو جرام برجرام. بص بقى الاسيرش بتاع الفرقه بعدين عندي ينزل. قصدك تقول يا دكتور، قصدي هقول لك ان التاثير بتاع الاستروجين على السيرفايكال ميوكس ان يبقى ووتري هيبان في بدايه الدوره ولا هيبان ماكسيمم وقت الاوفليشن؟ هيبان ماكسيمم وقت زيادة مين للماكسيمم؟ وقت زيادة الاستروجين للماكسيمم. اوكي تمام. طب ايه تأثير البروجستيرون على السيرفايكال ميوكس؟ ان يخليه مور ايه؟ مور فيسل. طب هل البروجستيرون التأثير هيبان اول يوم على طول بعد الاوفليشن ولا ليا يوم اسمه الماكسيمم بتاعي؟ واحد يشوف اللي هو بعد كام يوم من الاوفليشن؟ سبعة ايام اللي هو اليوم الكامل بداية اليوم 21. ماشي يا دكتور. طب وهي ايه الحكايه؟ يعني انت وبعدين يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك السيرفكس يعني عنق، وعنق بالنسبه لي مادام ربنا عامل غرفه اسمها رحم، عامل لهذه الرحم بوابه اسمها مين؟ بوابه. بواب يتحكم في البشوات اللي طالعين. هو مين الحاجه الوحيده اللي من مصلحتي تطلع لفوق؟ هايل السبيرمز. طب هل يفرق معايا لو السبيرمز تطلع في النص الاولاني او في النص الثاني ولا انا عايزها بس تطلع وقت الاوفيليشن؟ سبحان الله. يوم ربنا يخلي الاستروجين يحول السيرفايكال ميوكس لمائي عشان يفضل يبقى ووتري 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 والماكسيمم افكت يبان امتى؟ وقت الاوفيليشن. البوابات دلوقتي تفتح للسبيرمز ولا لا؟ تفتح. خلاص حصل اوفيليشن، ابتدى يتكون مين؟ كوربس ليجيوم بروجستيرون. يتحول الميوكس لايه؟ فيسد. البوابات تبتدي تقفل ولا لا؟ تقفل. قصدي اقول لك ان لو حصل انتركورس طول الشهر امتى مسموح فقط للسبيرمز ان هي تطلع من السيرفكس؟ وقت الايه بس؟ وقت الاوفيليشن بس. طب دي مصلحه ولا مش مصلحه؟ لا انت لسه ما عرفتش حاجه. اصل الانتركورس ده مش كده عادي، ده بيجيب معاه بلاوي. ده الراجل ما يمكن يبقى شايل مع البينس بتاعه حضرتك اورجانيزمز كتيره قوي مضره اسمها ايه ديزيزز، سكشوالي ترانسميتد ديزيز. انت عارف هم ليه سموهم سكشوالي ترانسميتد؟ لا انت ما تعرفش. هذه الاورجانيزمز اللي موجوده ضعيفه جدا، ولو جات وبقت موجوده هنا في الفاجينا طب ما طز، ما الفاجينا نورمالي فيها ايه؟ كنت لسه قايلين بكتيريا. المصيبه لو هذه الاورجانيزمز مالها؟ طلعت لفوق، طلعت عملت لي سيرفاسايتس، ثم طلعت عملت لي اندومترايتس، ثم طلعت عملت لي سالبنجايتس، ثم طلعت عملت لي اوفرايتس. عارف هذه الاورجانيزمز علشان تطلع تعرفش تطلع لوحدها، امال محتاجه ايه؟ ركوبه، محتاجه فيسبا، محتاجه موتوسيكل او باللغه الحديثه توك توك علشان تركبه علشان تطلعه لفوق. عارف مين التوك توك اللي بيطلع لفوق؟ ابو ديل طويل ده، هو الراجل ابو السبرمات ده. هي كل سبرم طالع تلاقيه كده راكبه اورجانيزم. عشان كده اسمها ايه؟ ترانسميتد، سكشوالي ترانسميتد، من خلال السبرم. السبرم العكروت ده هنعرف في المره الجايه ان بيوصل من الانتركورس لغايه الاوفري 40 دقيقه. الاورجانيزم استخد الركوبه دي وتطلع. يبقى من مصلحتي افتح له السكه طول الشهر ولا اقفلها عليه؟ اقفلها عليه. الا امتى بس؟ يوم الاوفيليشن. مصلحة للست ولا لا؟ قللت تماما الفترة اللي هي عرضة فيها الامراض ولا لا؟ بقى يومين، بقوا اليومين بتوع الاوفيوليشن وخلاص. هنا فقط البوابة فتح، هنا فقط الاسبرم تطلع. انا مش محتاج الاسبرم تطلع ليوم الاوفيوليشن. وقفلت عليها قبل وبعد علشان ما يطلعش. اعملوا انتركورس زي ما انتوا عايزين بس ما يطلعش لفوق مين؟
sexually transmitted disease. بقى هي دي الحكمة، سبحان الله، هي دي الحكمة، ان الاستروجين كل ما يزيد في الـ في الـ في الليفل بتاعه يخلي الميوكس مور ايه، عشان البوابة تفتح، وان البروجسترون يقلبه يبقى مين، ميوكويد او فيسد موجود عندي هنا. طب يا دكتور الكلام ده ممكن بقى نعمل له تطبيقات عملية؟ تعال نقرأ الورق، تعال نقرأ الورق وتلاقيني كاتب لك ان في السيرفايكال سايكل في عندي تو فيزز. اول فيز الهرمون اللي بيطلع اسمه استروجين، فيز اسمها ايه؟ فوليكلر. تاني فيز تحت هرمون بيطلع اسمه بروجسترون، فيز اسمها ايه؟ ليوتيل. برافو عليك. طب ايه اللي بيحصل عندي في الـ في الـ في الفيز اللي اسمها الفوليكلر؟ ايه الهرمون اللي بيطلع؟ استروجين. والماكسيمم افكت بيبان عند الاسبوع، عند اليوم الكام؟ عند يوم الاوفيوليشن. والنبي يا شيخ حط عليه علامه الانسكيو. The maximum effect on the cervical mucus occurs on time of ovulation. True ولا false؟ True. حقا. مش معنى علشان ده الماكسيمم تايم اوف مين؟ إيه؟ لا للي فاهم بس، للي فاهم ومتابع وحافظ الكيرف بتاع الاستروجين وعارف يعني ايه 200 كيلوجرام، اللي وقع مني خلاص لا ربنا يرحمه وقع. رد رد كلها ان انا مش موجود. اوكي تمام ماشي. طب ايه يا دكتور الافكت؟ طب بص تحت، بص تحت على اليوتيل فيز، هتلاقي ان الاندر افكت اوف مين؟ بروجستيرون. اللي بيبقى ماكسيمم امتى لو تفتكر؟ اليوم ال 21، 1 ويك افتر ايه؟ افتر اوفوليشن. دكتور انا متشوق بقى اعرف ايه الافكتس. طب ماشي، بص لي على الافكت بتاعت الاستروجين، هتلاقيني كاتب 1 2 3. اول حاجه نمره 1، الاستروجين بيحوله ميوكويد ولا ووتري؟ ووتري 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 ووتري، لدرجه ان في اليوم الوقت الاوفيليشن بيبقى ميوكس ده فيري ووتري، لدرجه ان ينفع يتحط جوه السيرفكس ولا يقع؟ يقع. الست تحس على هيئه ايه؟ ديشارج. ودي اللي هقول لي اه دكتور محمد الحق، ده انا جالي الدوره اهي والدوره اهي، في الوسط بين الدوره والدوره ميد سايكليك بعاني من بلل رطوبه ديشارج، بسميها ميد سايكليك ديشارج، اروح مالها؟ واخدها بالحب وبقيسها واقولها مبروك الاستروجين عندك بيعلى وشكلك كده هتبقي مين؟ اوفيلاتري. دي علامه زعل؟ كل العلامات اللي الناس متخيلها هي بتزعل بالعكس بتفرحها. يا دكتور بيجيلي من سايكل الدشاش مبروك، الاستروجين بيعلى بيحول الفلويدي والفلويد بتقع، عايزه ايه؟ كوبيوس دشاش يعني بكسره وتحس بيه واسمه ميت سايكل الدشاش، وانا هستفيد منه ان دي علامه من علامات ايه؟ علامه من علامات الاوفيليشن اللي عندي. طب انا كاتب لك نقط، عارف ليه هو بيبقى كوبيوس ووتري؟ تو الاو اسنت اوف ايه؟ كتبتها؟ تو الاو اسنت اوف sperms to allow ascent the T of sperms. طيب طب استنى، هي علامات الاوفيليشن لغايه دلوقتي ساعه تمام؟ انت تامر حسني خلاص اخبار منا ايه؟ منا شغلي. اوكي تمام، ايه علامات الاوفيليشن لغايه دلوقتي؟ فلويد في الدمنه. عارف مين الناصح اللي رد عليا؟ انا مش عايز اعرف العلامات، انا عايز اشوف مخك بيفكر ازاي، لان حضرتك هو ده اللي بيتقيم في الامتحانات وانت مش دارين وبنجيب جيد ومش عارف ايه، لان انت ما انتش فاهم الليله ماشيه ازاي. هو عايزك ترد ان تقييم اي حاجه نمره 1 هيستوري، نمره 2 اكزامينشن، نمره 3 انفستيجيشن. ايه اللي قدرت عارف لو نطقت وقلت له كده؟ قلت له حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم محمد ابو تريكه 43 سنه، حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم نمره 1 الهيستوري. برافو يا ابني، والله ده اللي بيحصل في الامتحانات. من الهيستوري ايه لغايه دلوقتي؟ علامه الاوفيليشن. النتيجه بوجع ولا من غير وجع؟ هي بتيجي بوجع. طب النتيجه منتظمه ولا مش منتظمه؟ ليه؟ لان مين المقاتل الوحيد للمباراه؟ كوربس لوتيم. وانس جت منتظمه يبقى طلع كوربس لوتيم، يبقى حصل اوفيليشن. طيب ماشي، ايه تاني من الهيستوري؟ الحق يا دكتور بيجي لي ايه في وسط الشهر؟ ميت سايكليك ايه؟ الشارج. برافو. طب ايه اللي انا ممكن اعمله انفستيجيشن؟ اجيبها في اليوم ال 21 واخد ايه من دمها؟ بروجستيرون. طب اجيبها في اليوم ال 21 واخد ايه من بطانه الرحم؟ كحتايه. هلاقي فاسكلز بشكل معين ولا لا؟ اللي انا قلته في الدقيقه اللي فاتت دي هو السؤال الوحيد اللي بيجي في شابتر انفيرتيليتي. شابتر انفيرتيليتي.
فيرتيليتي رهيب ما جاش عنده من 5 سنين الا هذا السؤال سنه وسنه اسمه ايه هاو تو اسس اوفيوليشن اللي انت حضرتك لقيت عرفته كله من الهيستوري ريجولاريتي سبازموتيك ديسمنوريا ميد سايكليك ديشارج من انفستيجيشن ريستروف اليوم 21 اندوميتريال سامبلينج في اليوم مش عارف كام والكلام ده لا 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 ده انا بس بقول لك ان انت لو مركز مع اليومين دول السنه خلصت علشان تبقى عارف اوكي يبقى اول تاثير على السيرفايكال ميوكس بتاع الاستروجين ان هيبقى مور فيسيد ولا مور كوبيس مور كوبيس علشان حصل ايه ان ميه مالها دخلت ميه دخلت لا ثواني يا جماعه والنبي الله يخليك ما ينفعش في جسم الانسان ميه تخش من غير ملح ولا ملح يخش من غير ميه هتلاقي هذه الميه اللي داخله على الميوكس جرى وراها مين صوديوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد امال يقوم مين استفاد من هذه المعلومه العلماء ويقول لك ايه هاخد عينه من السيرفايكال ميوكس لو انا عايز اعرف ان الست دي اوفيولاتري ولا لا ويقول لك هتعمل بيها ايه هات العينه بتاع السيرفايكال ميوكس حطها على جلاس لايت دي بقت لو هي بجد اوفيولاتري والميه بتخش دي ميه بس ولا ميه بملح وسيب حضرتك الميه تتبخر او حط تحتيها لهب ولع فليم لو الميه اتبخرت مين هيترسب صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد على هيئه ايه على هيئه السلايد اللي مرسومه في الصفحه الشمال على هيئه ورق الشجر زي ورق شجر النخل بالظبط دي طرح ان هي ترسبات من مين صوديوم كلورايد والبوتاسيوم كلورايد والعالم اللي اكتشف كده مكتوب اسمه اهو اسمه ايه بحرف الاف الله يخص عليكم فرن يا جماعه ده نوع من انواع علب السمنه سمنه النخل تمسكوا العلامات دي ولا ايه يا جماعه فرن يعني ورقه شجر النخل عامله كده وده اللي بيوقعوكوا في الامتحان ها العالم اللي اسمه فرن اتولد سنه كام وجوزهم اسمها ايه لا حضرتك ده مفيش عالم اسمه فرن كون ان نعمل الشجرة على هيئة فروع النخلة دي اسمها ايه فرنينج افكت مش اسم عالم حضرتك يعني ايه فرنينج شبه ورق النخلة بتاع علب السمنة فرن والنهاردة شكلنا هنتعشى بإذن الله اوكي تمام طب ايه اللي حصل اما هذا العالم جاب السيرفايكال ميوكس وحطه هنا المية اتبخرت واتبقى مين الملح على شكل سطر كده هيروين وعلى هيئة شجرة نخل هم عالم تاني اتضايق منه راح جايب حط جلاس لايت تانية وحطها هنا وقال ايه دلوقتي السيرفايكال ميوكس بقى بتوين ذا تو مين جلاس لايتس ويقول لك احاول ايه افتحهم عن بعض والله لو دمه خاطي قوي ميكويد وفيزت قوي هقدر اشد الازاز من بعض ولا استحالة والله لو متحننة بشوية مية هذا الميوكس الموجود هيبقى ستراتشبل ولا لا ستراتشبل وفعلا الراجل اللي عمل هذه الحركه بتاعه الستراتشبيليتي اسمه سبين باركي كان باركين سامعني سبين باركي وقال لي ان هو ممكن يبقى ستراتشبل اب تو امسكيو 10 سنتيمتر اللي بيذاكروا من الورق بتاع السنه اللي فاتت دي معلومه لسه حاططها السنه دي علشان لقيتها جت في الام اس كيو 3 مرات ان حضرتك السيرفايكال ميوكس ممكن يبقى ستريتشبل اب تو كام سنتيمتر 10 سنتيمتر وهذه الصفه اسمها بوزيتيف اي تست سبينبرج ده عالم بقى اسمه سبينبرج بوزيتيف سبينبرج يعني تاثيرات الاستروجين بقى كام تاثير نمره 1 على السيرفايكال ميوكس خلاها مور كوبيس اند ووتري نمرة 2 مفيش ميه من غير ملح راح مرسب صوديوم كلورايد والدان بتست اسمه ايه بوست فيرن تست وهذا البتاع لو حط بين تو سلايدز هيبقى ستريتشبل ولا لا واسمه بوست سبين باركي ومين اللي هيقلب كل البوزيتيف للنيجاتيف مين شكل الهرمون اللي هيطلع اللي يغير الصفات دي خالص بروجستيرون والماكسيمم افكت هيبان بعد قد ايه من الاوفيوليشن اسبوع وتبتدي بقى تشوف بقى الكلام اقرا معايا 1 2 3 نمره 1 هيبقى ميوكس مور فيزيت فوق تو الاو اسنت اوف ذا سبرم امال تحت هكتب تو الاو بي تو بريفنت ايه تو بريفنت اسنت اوف سبرم واللي اهم من كده بين قوسين بلس اور ماينس اس تي دي تو بريفنت اسنت اوف سبرمز
plus or minus STDs. بجد يا دكتور محمد؟ ده لدرجة إن دي وسيلتنا دلوقتي. عارف إحنا بنستخدم وسائل اسمها وسائل منع الحمل بقى. وسمعنا حاجة اسمها الحقنة بتاع كل 3 أشهر. دي حقنة بروجستيرون. عارف إيه مزاياها الجامدة؟ إن البروجستيرون بيعمل إيه في السيرفايكال ميوكس؟ بيخليه مور إيه؟ الست اللي بتاخد الحقنة كل 3 شهور دي استحالة يجيلها مين؟ سكشوال ترانسميتد ديزيز. سألش الكلام ده بقول لك هيضرب في المنهج بشكل انت ما انتش متخيله. الستات اللي كل حاجة تحصل to be a good doctor you must be a good observer. اشوف اللي بيحصل في الطبيعة واقلده. عايز تبقى مولداتي كويس اتفرج على افضل 5 سنين اتفرج على الست بتولد زي وبعدين فاجأة قوم ولد. بس لاحظ بعض اللي بيحصل وبعدين ايه اشتغل. طيب بقى more visit. طيب دلوقتي دخل مية ولا ما دخلش؟ يبقى يخش ملح ولا مش هيخش؟ بوست فيرم ولا ايه اللي بنيجاتيف؟ طيب حطهم بتوين تو جلاس لاين هيبقوا ستريتشبل ولا استحاله؟ بوست سبينبرك ايه ولا نيجاتيف؟ كده يبقى دي القصه بتاعت مين؟ السيرفايكال ميوكس. حكمتك يا رب ليه عملت كده؟ كلها علشان السبيرمز ما تعديش الا يوم ايه؟ عشان قصه السكشوال ترانسميتد ديزيز اللي انا ايه قلتها. طب اخر حاجه يا دكتور، هو في كمان تغيرات بتحصل في الفاجينا؟ في حاجة اسمها vaginal cycle. كمان في تغيرات عندي بتحصل في الفاجينا. بس طبعا هبلة. الفاجينا الابيثيليوم بتاعها كولامنر ولا كيوبيكال؟ بيزل سل يتلوها حاجة اسمها انترميديت سل، يتلوها حاجة اسمها سوبرفيشال سل. بيزل انترميديت سوبرفيشال. شباب عندي هرمونين، ففي النص الاولاني مين اللي مسيطر عليا؟ النص الثاني اللي مسيطر عليا بروجستيرون. عارف الاستروجين كان عمل قال لي ستيج في الاندوميتريوم اسمها ايه؟ بروليفريتيف. الاستروجين از ذا بروليفريتيف هرمون ان ذا فيميل. عشان كده الاستروجين هيعمل ايه في الفاجينا الابيثيليوم؟ لاس بروليفريشن ولا مور بروليفريشن؟ مور. لدرجه ان الاستروجين هيطلع لي الخلايا superficial cells. اوكي طيب والبروجستيرون اخباره ايه حضرتك؟ البروجستيرون هو صوت طالع ولا اوكي؟ هو البروجستيرون اخباره ايه حضرتك؟ بروليفريتيف برضه بيكبر او برضه، لكن مش للدرجه، مش زي الاستروجين. يعني لو الاستروجين هيوصل الخلايا للسوبرفيشال سيلز، البروجستيرون بيعمل بروليفريشن بس كبرها للانترميديت سيلز بس. يعني هو ده الافكت. سيمبلي ما تحفظش اكتر من كده، ارسم والنبي الرسمه ورايا. لا الرسومات بتسهل. اوكي الاستروجين هيعمل ايه يا دكتور؟ بروليفريشن اب تو سوبرفيشال سيلز. بروجستيرون اخباره يا دكتور؟ لا يقف بس عند مين؟ عند الانترميديت سيلز. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ عايز توصلنا لانهي معلومه يا دكتور؟ انا اوصلك لمعلومه قديمه قوي. ايه المعلومه القديمه قوي؟ زمان من 50 سنه قبل اكتشاف المعامل والسونار والريدي دايجنوزز وكل الكلام ده في النساء او في غيره، ما كانش عندهم غير الميكروسكوبات، ما كانش عندهم غير دراسة هذه الخلايا. ليه يا دكتور؟ لانه لو اخد عينة من الخلايا المبطنة للفاجينا ولقى سوبرفيشال سيلز، اذا الست دلوقتي تحت تأثير انهي هرمون؟ استروجين. لو اخد عينة من الخلايا المبطنة للفاجينا ولقى انترميديت سيلز، يبقى الست تحت تأثير انهي هرمون؟ بروجستيرون. وده اللي احنا استفدنا منه. الكلام ده جديد ولا قديم؟ وللاسف جميع اساتذتك اللي تحت امتحانك شفوي اقدم من الناس دول. لو انت خدت بالك حاجه من الاساتذه اللي بيخشوا لك كلهم عواريز انا في المستشفى، ودي معلومه مش عارف تعرفين ولا لا، دكاتره النساء ما بيموتوش. مفيش عندنا دكتور نساء مات من 30 سنه. انا بتكلم بجد، والدفعه تفضل تقر يقول لك اسمه ايه ده مالك يا شيخ يا رب يموت ده 94 سنه. ما بيموتوش، ربنا خلقهم علشان يجيبوا في الامتحان زي البعبع كده. ما اعمل لهم ايه؟ ما اعرف. فالدكاتره عارفين الكلام ده وحافظينه جدا، فيقول لك انت فاهم الكلام ده يا دكتور؟ فاهم يعني ايه انترميديت سيلز معناها ايه بروجستيرون؟ فاهم سوبرفيشال سيلز معناها ايه استروجين؟ اقول له يا دكتور طب والكلام ده يعني اهميته ايه؟ يقول لي حاجه واحده بس، اقدر اعرف الهرمون ستيتس بتاعت اي واحده ست.
يعني ايه هرمونات ستيتس؟ على اكتب برنامج ثلاثة اكزامبلز دول علشان نتكل على الله. اول اكزامبل، لو لقيت انترميديت سيلز اونلي، دي معناها ايه؟ تاني اكزامبل، لو لقيت سوبرفيشال سيلز اونلي، دي معناها ايه؟ تالت اكزامبل، لو لقيت بيزل سيلز اونلي، دي معناها ايه؟ احنا خلاص ماشيين، ما تقلقش ماشيين خلاص. اوكي يلا يا جماعه، لو لقيت عندي انترميديت سيلز بس، معنى كده ان الست دي في انهي مرحله من عمرها؟ لو لقيت انترميديت سيلز بس، معنى كده اغششك اهو، معنى كده ان الست دي مالها؟ حامل. حتى كده كانوا بيشخصوا بيها الحمل قبل اكتشاف السونار واكتشاف البيتا اس جي والكلام ده، بريجننت، لان البروجستيرون هو الهرمون بتاع مين؟ بريجننسي. طب لو لقيت يا دكتور سوبرفيشال سيلز، معناها ان الست دي في انهي نص من الدوره؟ في النص الاولاني. في انهي ستيج؟ فوليكولر ستيج. شخصت ان هي مالها فوليكولر. بص بقى، ما تلخبطش نفسك وتقول ايه، ما دام انا ما اتكلمتش ما تزودش عليا. ما تقدرش تقول طب في الليتيريال فيز هلاقي مين ومين؟ اكيد هنلاقي مين؟ ميكس بينهم هما الاثنين، ما تلخبطش نفسك يعني. السؤال الثالث هو ده المقصود من الليله كلها. امال هاي امتى الاقي بيزل سيلز؟ لا في ايه ولا في ايه؟ لا في استروجين ولا في بروجسترون. وامتى الفترتين في الحياه اللي البنت او الست ما عندهاش ايش بروجسترون؟ بري ايه وبوست ايه؟ بري بيوبرتال او بوست منوبوز. يبقى بيزل سيلز معناها ايه يا ايه؟ اخص عليك. مين قال بري بيوبرتال؟ هو ناخد عينه من الفاجينا من بنت عندها 7 سنين فيرجن؟ استحاله. ها بيزل سيلز معناها ايه؟ بوست مينوبوزل. بوست مينوبوزل الطريقه الوحيده اللي كانوا يقدروا يعرفوا بيها مين؟ الهرمون الستيتس قبل اختراع كل حاجه. كانوا بيخش يا دكتور بمعلقه كحك وكحك ويكحط الفاجينا. ده مين اللي قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ الخلايا بتاعت الفاجينا بيزل تتقلب انترميديت تتقلب سوبرفيشال وتبقى سكواميتد. بيزل تتقلب انترميديت تتقلب سوبرفيشال وبعدين تبقى ايه؟ اكزوفيليت. ديسكوميت تقع. بروسيس اوف ايه اند تير؟ وير اند تير ولا وير اند تير دي ولا معرفش اسمها ايه؟ عمالين يقعوا 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 يقعوا. فاكر زمان؟ لا ثواني بس، بتلموا العزال ليه؟ طب ما تسيبونا كده ثانيه بس اللي عايزها. شباب الفاجينا واقفه كده ولا مايله؟ بدرجه كام؟ 65 55. السيرفكس نازل سقط عليه ولا داخل في الانتيرير وول؟ بحيث ان خلى انهي فورنكس قليل وانهي فورنكس كبير. ليه يا دكتور خلينا البوستيريور فورنكس ضخم؟ ليه خلينا البوستيريور فورنكس ضخم؟ لحكمه الهيه واحده بس، ان علشان يشتغل كانه مخزن. مخزن للي جاي من هنا اللي اسمه السبيرم، ومخزن للي واقع لهنا اللي اسمه مين؟ فاجينال سيلز. اي مين لو انا عايز ادور على هذه الاكزوفليتد سيلز بدور عليها فين؟ تاخد عينه من البوستيريور فورنكس وخلاص. لان البوستيريور فورنكس ربنا عامله بوستيريور فورنكس علشان يشتغل كانه مين؟ كانه مخزن.